هتلاقوا الوصفة دي هي وصفات تانية كتير مكتوبة بالتفصيل على صفحتي The Bite of Delight على الفيسبوك. وبليز ما تنسوش تبصوا تحت الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا رابط الصفحة ورابط الوصفة المكتوبة باللغة العربية. علشان نعمل حوالي 80 قطعة من النوجة هنحتاج 400 جرام من عسل النحل الأبيض، 250 جرام من السكر، 2 بياض بيض، 1 معلقة صغيرة من الفانيلا، 3 كوبايات من اللوز المتحمص، 1.5 كوباية من الفستق، ورشة من الملح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبا معكم من البايت اوف ديلايت. ان شاء الله النهاردة هوريكم طريقة عمل ديزرت او نوع حلو يخليكم تبانوا ان انتم بروفيشنال، وحاجة بصوا فظيعة وحاجة روعة، وهو سهل جدا بمكونات سهلة جدا والطعم اروع من الروعة وتحفة تحفة تحفة. تعالوا نشوف انا هعمل النوجة ازاي مع بعض. نبدأ نعمل النوجة بتاعتنا النهاردة. هنحتاج كمية من اللوز، انا استخدمت مقشر وغير مقشر عشان يدي شكل حلو في وسط النوجة، وعلشان ده اللي كان متوفر عندي. وكمية من الفستق هندخلهم فرن يتحمصوا على نار هادية عشان عايزينهم يفضلوا دافين لما نضيفهم للخليط. وعندي هنا البان بتاعتي حطيت فيها ورق اللي هو الكلينج فيلم او بلاستيك راب، وحطيت فيها ورق الخبز بتاعي او ورق ما يكونش بيلز، ورشيت عليها بالنون ستيك سبراي او ترشوها بالزيت بالشكل ده عشان ما فيش اي حاجه تلزق فيها. عندي هنا كميه من العسل هنحطهم على نار هاديه جدا، عسل نحل ابيض انا حطيته هنا على طول عشان ما يلزقش ويبوظ لي الدنيا. اوكي، ومعاه كميه من السكر. وافضل حاجه للخطوه دي، طبعا هنقلبهم مع بعض، افضل حاجه للخطوه دي ان انتوا النار بتاعتكم حطوا تحتها شياطه علشان دي عايزه نار هاديه قوي. الوصفه دي هي ما فيهاش غير ثلاث مكونات وهي بسيطه قوي قوي يعني، وعلشان تنجح معاكم لازم ان انتوا تاخدوا بالكم من درجه الحراره وانها هتقعد فتره لا باس بها على النار، بس علشان نطلع النوجة طريه وطعمها جميل. اوكي، بالشكل ده هنفضل نقلب فيه لغاية لما يدوب ويسيح خالص ويتغير شكله والقوام بتاعه تماما. اوكي، وعقبال ما يسخن الخليط للقوام والمنظر اللي احنا عايزينه هنطلع بياض بيضة يقعد في درجة حرارة الغرفة ولازم بياض البيض يكون تماما ما فيهوش اي صفار نهائي، نفصله كويس علشان الخطوه دي مهمه جدا. اوكي، الخليط البياض البيض اللي احنا سيبناه على جنب يوصل لدرجه حراره الغرفه ما يبقاش بارد، هنضربه مع رشه ملح بالشكل ده، ممكن يتضرب بالايد بس هياخد وقت شويه. اوكي، وصل بياض البيض بتاعنا للمرحله دي زي ما يكون ويبينج كريم اللي هو زي الكريمه المضروبه يعني، ما هواش مضروب جامد قوي بحيث يبقى ناشف وما هواش تماما سائل. اوكي، لده القوام اختلف تماما واللون ما بقاش فيه اي حبيبات واضحه من السكر نهائي. بصوا شكل القوام عامل ازاي، القوام تماما بقى سائل ما فيهوش اي حبيبات من السكر خالص. فهنبتدي نضيف في المرحله دي كميه من البياض بتاعي. كميه بسيطه وناخدها شويه بشويه، كميه بسيطه في الاول وبرده على نار هاديه بنستمر نطبخها بالشكل ده عشان ما تكتلش بسرعه، وبنوطي النار على الاخر. اوكي، علشان كده هي بتاخد وقت طويل لانها لازم على نار هاديه. وليه احنا بنعمل الطريقه دي؟ في طرق جديده وكده. اولا عشان بتحتاج ثرمومتر، وانا عارفه ان ناس كتير قوي منكم مش معندهم الثرمومتر او اللي هو الميزان اللي هو الحلويات عشان يقيس درجه حراره الميه والسكر اللي هيتضافوا للخليط ده اولا. ثانيا كتير مش عندهم ستاند ميكسر او العجانه. اوكي، انا في المرحله دي بس عشان اضمن ان كل حاجه هتتقلب كويس هبتدي استخدم ويسك زي كده عشان كل حاجه
ما تكتلش معايا، ان البياض البيض ممكن يكتل. هنضيف كمية كمان بالتدريج خالص، بشويش خالص زي ما انتوا شايفين، لحد ما ننزل خليط البيض كله. المرحلة دي بتاخد مننا تقريبا 40 دقيقة، فنطول بالنا. اوكي، والنار تبقى هادية اقصى ما يمكن، وفي شياطة كمان عشان مفيش اي حاجة تتحرق، مفيش اي حاجة تكتل مننا خالص. زي ما انتوا شايفين الخليط افتحها، وبنفضل نقلب فيه بدون توقف. اوكي، وفي المرحلة دي هنقل من الويسك للسباتشولا. اوكي، الشكل ده عشان اجيب كل الاطراف، بس الويسك عشان يخليها لي الاول تختلط كلها ببعض بطريقة كويسة. ودي الطريقة الايطالية في عمل النوع ده من النوجة، اللي هي الطريقة التقليدية القديمة خالص. اوكي، بصوا بتختفي على طول بسرعة ازاي، فيبقى معناها لسه ما وصلناش للقوام المناسب. وطريقة تانية عشان نعرف بيها، هناخد هنا عندي كمية من المية الساقعة او الباردة، هناخد كمية من الخليط ونحطهم فيها. اوكي، وبعدين بايدينا كده اهو نبتدي ان احنا نمسكها في ايدنا، لان كده عمل لها تبريد سريع. فلما نشوفها في ايدنا، بصوا هي لسه طرية شوية، فمحتاجة ان هي تاخد وقت اكتر من كده شوية على النار. اوكي، فده الاختبار اللي احنا نعرف منه اذا كانت جهزت ولا لسه. بصوا الخليط ابتدى ان هو يمسك اكتر شوية من قبل كده، ويبان شوية قبل ما يختفي جوه الخليط. بصوا بيظهر على الوش شوية قبل ما يختفي، فاحنا قربنا جدا على القوام اللي احنا عايزينه. اوكي، الشكل ده بصوا بقت بتظهر شوية وتستنى قبل ما تختفي جوه الخليط، مش سائلة زي الاول خالص. اوكي، برضو نستمر في التقليب، ولو عايزين نتأكد نعمل حركة المية شوية، نعمل الاختبار ده عشان نتأكد ان احنا وصلنا للقوام المناسب او لأ. اوكي، لان دي كلها بدون ثرمومتر بدون اي حاجه، فبرضو ايه لازم نخلي بالنا ونبقى مركزين ونعمل كذا اختبار، لان الثانيه اسهل لانها بالارقام كلها وحاجه مظبوطه ومدروسه، لكن مش كل الناس عندها ده في البيوت، واحنا عايزين نعملها في البيت بسهوله ويسر وتتقدم بطريقه شيك لضيوفنا لينا في الاعياد. خلاص دي عملنا لها كل الاختبارات وخلاص اصبحت جاهزه معايا بالقوام المظبوط اللي احنا عايزينه. اوكي، ففي المرحله دي هضيف لها المكسرات، بس المكسرات بتاعتي تكون دافيه، ما تحطوش ابدا عليها مكسرات بارده، هتخليها المكسرات البارده لو اتحطت عليها هتخليها ان هي تسقع بسرعه جدا وهتبقى وحشه فوق الوصف. اوكي، الشكل ده. اوكي، هنحط كميه من الفانيلا. اوكي، بسيطه كده، ونبدا ان احنا نقلب. احنا خلاص طفينا النار بالشكل ده. في تاني الناس برضو بتحب تحط بشر ليمون فيها، مش حد يقول لا ابدا، بشر الليمون. نقلب كويس عشان كل حتة يجي لها مكسرات، وبعد كده نبدأ ان احنا ننقلها. اوكي، في الصينية بتاعتنا اللي احنا محضرينها. اوكي، نحطها كلها بالكامل بالشكل ده. صينية انا دهناها بشوية زيت،
نشتغل بسرعة علشان هتبدأ تجمد وتمسك في بعضها. اوكي، هنحاول نجيب سباتولا جديدة. اوكي، وهندهنها بشوية من الزيت، وممكن نحط عليها زيت عادي، مش لازم من البخاخ كده زي عندي، بس البخاخ بستسهله قوي اللي هو السبراي. اوكي، نملي الصينية بتاعتنا كويس عشان تاخد الشكل النهائي يكون حلو وجميل الطريقة دي. وكيف هعمل ايه في المرحلة دي؟ هجيب ورقة زبدة تانية او ورقة خبز، يعني ورقة زبدة ورقة خبز في الوصفة دي مش هتفرق كتير. اوكي، بالشكل ده. ونبتدي، هي سخنة خلي بالنا، فممكن ان انا افردها وانا لابسة جلافز المطبخ كده اوكي، واضمن ان الوش كله متساوي. فهجيب الباوندر دي بتاعت الميت، نضغط عليها بالشكل ده عشان نخرج اي هواء ونساوي الوش. اوكي، هسيبها زي ساعتين ثلاثة تبتدي تاخد درجة حرارة الغرفة وتتماسك، ونرجع نقطعها ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي مع بعض. اوكي، نحاول ده، انا مش هحتاجه انيمار كده. نبتدي نفك، هحاول ان انا اساوي الاطراف بسكينة كبيرة بالشكل ده، نقطعها كده ونعمل مكعبات صغيرة من النوجة. وده شكلها النهائي. حابه اوريكم القطعه ملمسها عامل ازاي وقوامها عامل ازاي. طريه جدا وبتدوب في البق، وطريه على السنان، وممتازه ممتازه ومليانه مكسرات. بليز حاولوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. ثانك يو. اتمنى اذا استمتعتم بالفيديو انكم تدعموني بلايك وكومنت وسبسكرايب، وشكرا على حسن المتابعه.